خير على كل مشاهدي قناة الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. طبعا نادي الأهلي بدأ النهاردة خلاص استعداداته لمواجهة فريق ورايا كوناكري الغيني، إن شاء الله اللقاء ده هيكون يوم السبت اللي جاي في مباراة العودة لدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا. النهاردة كمان الأشعة أثبتت إصابة محمد نجيب بقطع في غضروف الركبة، وكده طبعا اللاعب هيغيب فترة كبيرة شوية عن الملاعب. ألف سلامة عليك أكيد يا محمد يا نجيب. وبكرة إن شاء الله كمان في مباراة مهمة جدا في دوري أبطال أوروبا ما بين ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، نتمنى ان شاء الله طبعا نفوز لمحمد صلاح ولليفربول باذن الله. طيب بالتاكيد طبعا هنكون هنتكلم في الحاجات اللي قلنا عليها دي وهنناقشها النهارده مع ضيفنا في نهايه الحلقه، واكيد هستنى مشاركتكم من خلال صفحاتنا على الفيسبوك وتويتر وانستغرام. دايما البداية بأهم العناوين. مجلس إدارة الأهلي يعتمد لائحة النظام الأساسي. الانتهاء من كل التعديلات قبل عمومية 28 سبتمبر. إدارة الأهلي تجهز 30 ألف نسخة من اللائحة لتوزيعها على الأعضاء. الأهلي يكثف استعداداته لمواجهة ورايا كوناكري الغيني السبت المقبل. إصابة محمد نجيب قطع في غضروف الركبة. فتح باب الحجز الإلكتروني لمباراة ورايا كوناكري الغيني اليوم. الجبلية تصرح شعبية صلاح جعلتنا نتراجع عن إرسال خطاب تحذير اللاعب. وكالعادة بداية أخبارنا طبعا بتكون عن الجرائد اللي اتكلمت عن النادي الأهلي. الشروق، مجلس الأهلي يعتمد اللائحة الجديدة بعد مناقشة 3500 اقتراح. بدء طباعة اللائحة خلال ساعات وإعلانها في النادي وتسهيلات الأعضاء للمشاركة. الوطن، المجلس يعتمد مشروع اللائحة بعد تعديل 31 بند ومناقشة 3500 اقتراح. الإدارة تحاول توفير الراحة أثناء الجمعية العمومية وبدء طباعة اللائحة لتوزيعها على الأعضاء خلال ساعات. الأهلي يجهز 30 ألف نسخة للائحة الأهلي في توبها الجديد. بالأخبار، الأهلي يقيد صالح جمعة في يناير وعرض إنجليزي لمحسن. مجلس الإدارة يعتمد مشروع اللائحة بعد مناقشة 3500 اقتراح. المساء، الخطيب يدعو الجماهير لمؤازرة الأهلي أمام الهرايا. كارتيرون، لاعبونا الأحسن بفضل خبرتهم الإفريقية، متفائل بالإقامة لقاء العودة بإقامة لقاء العودة على ملعبنا وبحضور مشجعي الأحمر. الأهرام، الأهلي يحذر لاعبيه من خدعة ضعف مستوى هرايا قبل لقاء الإياب. الأخبار المسائي، عقل كارتيرون مشغول بحرايا. الفريق يستأنف تدريباته استعدادا للموقعة الإفريقية ودعم معنوي من الإدارة. الدستور، كارتيرون يجهز فتحي وأشرف لحل أزمة الدفاع أمام هرايا وتدريبات على المرمى. نروح بقى لأهم تفاصيل الأخبار ونبتديها من الأخبار المسائي اللي قال إن أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إنه هيتم تعليق مشروع لائحة النادي الأهلي بعد تعديلها يوم الخميس اللي جاي في مقر النادي في الجزيرة وكمان في فرع مدينة نصر وفي فرع الشيخ زايد، وكمان قال إن هو هيتم توزيعها بشكل رسمي ومطبوع على الأعضاء يوم الجمعة، وإنه هيتم بعد كده طبع أكثر من 30 ألف نسخة من مشروع لائحة النظام الأساسي في طوبها الجديد بعد التعديلات اللي اعتمدها مجلس إدارة النادي الأهلي.
كمان الأهرام قالت إن أكد كابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الأهلي إن فريق هرايا كوناكري الغيني فريق قوي وخصوصا طبعا خارج أرضه، ورفض يوسف كل الكلام اللي بيقلل من مستوى الفريق الغيني. وكمان أكد كابتن محمد يوسف على إنه مش هيسمح بتصدير فكرة سهولة المباراة للعيبة، وإن فريق هرايا فريق ضعيف، وإن المباراة مباراة العودة في القاهرة دي سهلة، وإن النادي الأهلي خلاص ضمن الصعود، لأن ده كله كلام مش صحيح بالمرة. نروح من أهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الجرايد لأهم الكلام والأخبار اللي اتقالوا عن النادي الأهلي لكن في مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي طارق أنديل: الأهلي صاحب دور ريادي في المطالبة بلائحة خاصة لتعظيم دور الجمعية العمومية. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: أنديل فرع مدينة نصر يعامل معاملة النادي الأصلي في اللائحة. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الأهلي يفتح الحجز الإلكتروني لمباراة هرايا الغيني اليوم. اليوم السابع: الأهلي يكرم اللجنة المركزية المسؤولة عن لائحة النظام الأساسي. الشروق: كارتيرون يحذر هرايا مثل مادمبي، بدأ صغيرا وبات بطلا. إصابة محمد نجيب قطعة في غضروف الركبة. في الأخبار: محمد يوسف محاولات مستمرة لتجهيز سعد سمير. الوطن: الأهلي يعلن جاهزية وليد سليمان لمباراة هرايا الغيني. وان تري: رسميا الأهلي يفقد السلية أمام هرايا الغيني. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: محاضرة فنية للاعبي يد الأهلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الغنام يغيب عن تصفيات بطولة أفريقيا للسلة. والعزة: أبطال السباحة شرفونا في الجزائر. نروح معاكم لأهم تفاصيل الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في مواقع الإنترنت، وهنبتدي مع اليوم السابع اللي قال إن قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تكريم اللجنة المركزية لمشروع لائحة النظام الأساسي ولجنة صياغة اللائحة بعد طبعا الجهد الكبير جدا اللي بذلوه طول الفترة اللي فاتت. وأكد كمان إن مشروع اللائحة يليق باسم النادي الأهلي وبتاريخه الكبير وبيتوافق كمان مع قوانين الرياضة المصرية والدولية وكمان مع نصوص الميثاق الأولمبي، وده طبعا اللي أشادت به اللجنة الأولمبية. نروح للشروق. الشروق قالت ان باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي حذر من الاستهانه بفريق هرايا كوناكري الغيني قبل لقاء الاياب اللي هيكون ان شاء الله يوم السبت اللي جاي في دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا. وقال المدرب الفرنسي: مباراه العوده هيكون ليها حسابات مختلفه، واتمنى مواصله مشوار الفريق في دوري ابطال افريقيا وقطع خطوه جديده في البطوله من خلال طبعا حسم التاهل للدور قبل النهائي من القاهره. والأهرام قالت إن صرح خالد محمود طبيب الفريق النادي الأهلي طبعا لكرة القدم إن الإشاعة اللي أجراها محمد نجيب مدافع الفريق امبارح أثبتت إصابته بقطع في غضروف الركبة. والأخبار قالت إن محمد يوسف المدرب العام واللي بيقوم طبعا بأعمال مدير الكورة في الفريق صرح وقال إن المحاولات مستمرة لتجهيز سعد سمير مدافع الفريق لمواجهة هرايا كوناكري الغيني، وقال كمان إن فرص لحق اللاعب بالمباراة قايمة وإن في محاولات من الجهاز الطبي عشان يجهزوه للقاء. كمان الوطن قالت تصريح لكابتن محمد يوسف، قال ان هو او صرح ان وليد سليمان لاعب الفريق هيكون جاهز ان شاء الله لمواجهه هرايا كوناكري الغيني يوم السبت اللي جاي. كمان طبعا زي ما انتم عارفين ان هو تعرض للاصابه في مباراه هرايا الغيني يوم الجمعه اللي فاتت في غينيا واللي انتهت بالتعادل السلبي للفريقين. موقع وان تري قال ان محمد يوسف صرح وقال ان عمرو السوليه لاعب وسط الفريق مش هيشارك في مباراه هرايا الغيني يوم السبت اللي جاي بسبب الاصابه اللي اتجددت في العضله الخلفيه، وكمان قال ان هو بيعاني من تمزق في العضله الضمه.
طيب عشان نطمن اكتر على الفريق وعلى استعداداته لمباراه هورا يوم السبت ان شاء الله القادم على استاد السلام، معنا مراسلنا كريم احمد مراسل قناه نادي الاهلي من النادي الاهلي فرع الجزيره. مساء الخير عليك يا كريم. اهلا بيك سيما، برحب بيك طبعا في البدايه وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيك. طبعا في البدايه كده عايزين نطمن منك على التدريبات واستعدادات الفريق وطبعا بالنسبه للاصابات. طبعا يمكن بعد الراحه اللي منحها الجهاز الفني بخلاف الفترات بالكابتن وكابتن محمد يوسف كان يوم السبت والاحد طبعا راح بعد الرحله اللي كانت شاقه شويه بالنسبه للنادي الاهلي، رحله العوده من الدنيا 12 ساعه سفر، فكان لابد يكون في راحه للاعبين، تلاحم من مباريات كمان بطوله الدوري يمكن دام اكثر شويه على لعيبه النادي الاهلي. النهارده بيبدا النادي الاهلي اولى التدريبات استعدادا ان شاء الله لمباراه العوده يوم السبت في استاد السلام باذن الله، مباراه الاهلي وحريه تنكري الاهلي. النهارده يمكن لسه في هذه اللحظات في محاضره فنيه داخل الملعب لمستشفى الكابتن محمد يوسف، يمكن من خلال احنا متواجدين طبعا في الملعب سامعين طبعا كلها كلمات تحفيزيه كلها كلمات تركيز خلال المباراه القادمه. حضور الجماهيري بنركز عليه بشكل كبير جدا الكابتن محمد يوسف صحيح. ان شاء الله باذن الله تكون الاستاد مليء على الاخر بالنسبه للجمهور ان شاء الله باذن الله، هيكون مهم جدا ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي اكيد. كمان يمكن لو بكلمك على الاصابات، ميدو جابر، عمرو السوليه، سعد سمير، محمد نجيب، فقدنا طبعا محمد نجيب ده واحد من نجوم النادي الاهلي اللي كان بيأدي اداء للاسف الف سلام عليه الكره الماديه قطع في الغضروف الركبه، هيغيب طبعا يمكن هيغيب فتره طويله ممكن تستغرق في مده 6 اسابيع. سعد سمير في محاولات مستميته، يعني سعد سمير ان شاء الله يكون متواجد في المباراه سواء بيشارك او على دكه البدلاء. عمرو السوليه خلاص نقدر نقول ان عمرو السوليه هنفقده. ميدو جابر ايضا كمان في بعض المحاولات لينو قبيل النادي الاهلي خالد محمود، عندنا فقد كبير جدا في اصابات النادي الاهلي، لكن زي ما بنقول كل مباراه الاهلي بمن حاضر ان شاء الله كل اللعيبه تكون موفقه باذن الله في هذه المباراه، في تركيز كبير باذن الله ان شاء الله في هذه المباراه للتاهل باذن الله يكون من القاهره. عايز اقول لك كمان ان غدا باذن الله يكون التدريب في الساعه 9 صباحا، النادي الاهلي كان مستمر خلال الايام الماضيه قبل السفر الى غينيا، التدريب كان الساعه 5 والساعه 4، لكن ابتداء ان شاء الله من الغد يكون التدريب في الساعه 9 صباحا، وبنتمنى ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي. كريم النهارده التدريب كان الساعه 4 ولا كان الساعه 5؟ الساعة 5 لسه هيبتدي لسه 10 دقايق لسه دلوقتي. النهارده اكيد في بعض الاستشفاء للعيبه اللي شاركت في مباراه الحريه الغينا، شاركوا تدريب قوي ليهم، لكن المجموعه الثانيه هتاخد جرعه كامله للتدريب، هيكون في طبعا بعض الحاجات اللي لها البدنيه لمستر مايكل اللي من مخطط الاحمال، هيكون في تقسيمه كالعاده في نهايه المباراه. نتمنى ان المباراه ان شاء الله يعدي على خير النهارده، ما يبقاش في اي احتكاكات من اللعيبه اي اصابات، لان ان شاء الله بنتمنى كل اللعيب يكون جاهز ان شاء الله قبل هذه المباراه. شكرا ليك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من النادي الاهلي. نرجع بقى مره ثانيه ونكمل بقيه اخبارنا اللي بتخص برضو النادي الاهلي واللي موجود على مواقع الانترنت، ونرجع للموقع الرسمي للنادي الاهلي. الموقع الرسمي للنادي الاهلي نقل تصريح لطارق خيري المدير الفني لكره السله او للفريق الاول لكره السله الرجال، قال طارق الغنام كابتن الفريق مش هيكون متواجد في القائمه اللي هتقود منافسات تصفيات المنطقه الخامسه المؤهله لبطوله افريقيا، وقال كمان ان غنام لسه بيأدي فقرات خاصه بالبرنامج العلاجي طبعا بعد ما رجع من الاصابه، وكان عنده لسه الام في العضلات عضلات الظهر، وان هو من الافضل عدم الدفع بيه لحد ما يكتمل علاجه او شفائه وترجع له كامل لياقته البدنيه. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان وائل عزت رئيس الجهاز الخاص بالعاب المايه في النادي الاهلي اتكلم عن سعادته بالنتائج اللي حققها لاعبين النادي الاهلي في بطوله طبعا افريقيا واللي اقيمت في الجزائر واللي فاز فيها المنتخب بعدد اجمالي 44 ميداليه، وقال عزت ان نتائج لعيبه النادي الاهلي او سباحين النادي الاهلي في البطوله كانت مشرفه جدا، خصوصا طبعا ان نص اجمالي ميداليات المنتخب بترجع لسباحين النادي الاهلي وبالاخص طبعا محمد سامي نيشو وهانيا مورو. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل دلوقتي معاكم لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج، لكن في الفقره اللي جايه. كرم كردي يرد على ازمه تورته صلاح. اجاري ينصر محمد صلاح على رونالدو ومودريتش ويبرر قله اهدافه.
اتحاد الكرة يحول 5000 دولار لحساب سلجادو. اتحاد الكرة يرفع مرتبات هاني رمزي وأحمد ناجي. الجبلاية شعبية صلاح جعلتنا نتراجع عن إرسال خطاب تحذير للاعب. الأهرام سبورت عبد الفتاح يعلن مفاجأة قوية للحكام المصريين. المقاولين العرب طاهر محمد طاهر بيساوي 10 مليون دولار. الوطن سبورت انبي لا نفكر في إقالة خالد متولي. سكاي نيوز رونالدو يعترف بكل ما حدث بعد مغادرة ريال مدريد. أسجارد بيل يكشف سبب غضبه من زيدان ويوجه صدمة لرونالدو. سبورت 360 دبور يرشح ثنائي آيكس للانضمام لبرشلونة. تابعنا معاكم اهم منشطات الاخبار اللي بتخص طبعا الاخبار المحليه زي ما قلت لكم والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. دلوقتي بقى نروح معاكم لتفاصيل الاخبار دي ونبتديها من الشروق. الشروق قالت ان كرم كردي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره ابدى استياءه من الازمه اللي اثيرت بسبب تورطه محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي في معسكر المنتخب اللي فات في برج العرب. كردي كمان قال ان البعض عايز يشوه صوره مجلس اداره اتحاد الكوره ويفسد نجاح معسكر مباراه النيجر الاخير. بوابة الفجر الرياضي قالت ان خافيار اجاري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الحالي قال ان محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي عنده فرص متساويه مع كريستيانو رونالدو وكمان مع الكرواتي لوكا مودريتش للفوز بجائزه الافضل واللي هيعلن عنها الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله في لندن. كمان قال اجاري ان هو بيتمنى ان يكون الفرعون المصري هو اللاعب الافضل لعام 2018 وعن قله اهداف محمد صلاح في الموسم ده. فرد اجاري وقال البطولة الإنجليزية في بدايتها وكمان الهدافين العالميين زي رونالدو زي ميسي وزي صلاح ممكن يشاركوا في 4 أو 5 مباريات من غير ما يسجلوا وبعد كده فجأة يحرزوا العديد من الأهداف في مباراة واحدة. قال ان اكد مصدر جوه اتحاد الكوره ان شعبيه محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ادت لتراجع الاتحاد عن ارسال خطاب شديد اللهجه لرامي عباس محامي اللاعب. وقال المصدر اللي رفض طبعا ان احنا نقول اسمه ان الدخول مع محمد صلاح في معركه مش في صالح اتحاد الكوره خصوصا ان هو بيمتلك شعبيه طاغيه مش بس في مصر ولكن في العالم الاوروبي كمان. وقال كمان ان احد اعضاء الجبلية رفض فكره الخطاب اللي كان المفروض ان يتم ارساله من هاني ابو ريده رئيس الجبلية لمحامي اللاعب وأكد أن الاتحاد لازم يتفهم أن اللاعب لاعب طبعا كبير ويتعامل معاه بهدوء وبشكل ودي. كمان الأهرام سبورت قالت أن أعلن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الحكام المصريين واحد منهم هو اللي هيدير مباراة هامة جدا في الدوري التونسي خلال 10 أيام بحد أقصى. وكمان قال عبد الفتاح أن فكرة إدارة حكام من تونس لمباريات في الدوري المصري هتكون في المباريات المهمة بس بالشكل اللي بيحفظ للحكام المصريين والتوانسة كمان مستواهم والاستفادة من التجربة. في الجول نزل خبر عن محمد عادل المشرف العام عن الكرة في المقاولين العرب قال ان هو مش هيبيع او مش هيفرط في نجم فريقه طاهر محمد طاهر باقل من 10 مليون دولار او 180 مليون جنيه مصري. قال كمان ان ده القرار النهائي والممكن طبعا ان هو يحصل على المبلغ ده من وراء بيع اللاعب وهو شايف كده يعني. وكمان قال في تصريحاته ان اللي عايز يتعاقد مع طاهر محمد طاهر فلازم يدفع 10 مليون دولار يعني 180 مليون جنيه وحر هو شايف كده من حقه. كمان الوطن سبورت قالت ان عبد الناصر محمد مدير الكره في انبي قال ان اداره النادي البترولي مش بتفكر دلوقتي ان هي تطيح بالمدير الفني الحالي للفريق خالد متولي برغم سوء نتائج الفريق في الفتره الاخيره. وكمان قال ان اداره النادي مش بتفكر ان هي يعني تستبدل المدير الفني او تطيح بمتولي خصوصا طبعا لعدم جدوى التغيير في الاداره الفنيه وشدت طبعا على ثقه الجميع في الاداره في المدير الفني الحالي وقدرته ان هو يخرج من الكبوة اللي فيها دلوقتي فريق انفي.
كمان سكاي نيوز قالت ان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اعترف لاول مره بالمخاوف اللي حس بيها بعد ما ساب ريال مدريد الاسباني واتجه لليوفنتوس الايطالي. رونالدو اعترف بان هو كان قلقان جدا بعد ما ساب النادي الملكي. كمان سبورت 360 قالت ان رشح خلاص المدرب الشاب رونالد بور المدير الفني لفريق الشباب في نادي ايكس امستردام الهولندي الثنائي فرانكي دي يونغ وماتس دي ليجت نجم ايكس امستردام عشان ينضموا لنادي برشلونه الاسباني. بيورو سبورت عربية كمان قالت ان النجم الفرنسي جريزمان اكد ان هو في نفس المستوى الفني للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني والبرتغالي رونالدو مهاجم اليوفنتوس الايطالي. واكد جريزمان كمان ان هو تعرض للظلم بعدم اختياره او اختيار اي لاعب فرنسي في القائمة النهائية لافضل لاعب في العالم واللي اختصرت بس على ميسي ورونالدو بالاضافة طبعا لنجمنا المصري محمد صلاح. جريزمان شدد ان هو بينافس ميسي وبينافس رونالدو وتحقيق الألقاب سواء مع النادي أو مع المنتخب الوطني الفرنسي طبعا دليل على نجاحه. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا واللي دايما بنهتم بيها باهم اللي كتبوا الهم اللي قالوا نجوم كره القدم على حساباتهم الرسميه على مواقع السوشيال ميديا. وهنبتدي دلوقتي مع كابتن زكريا ناصف اللي كتب على صفحته على تويتر سعاده حقيقيه انك تكون وسط عشاق الاهلي من كل الاعمار وتلاقي صورتك في قهوه الاهلاويه في السيده زينب وتقعد وتتكلم وتتعلم وتستفيد من كلامهم وتتصور معاهم. هو ده الاهلي لو حد عايز يعرف. معانا دلوقتي على الهاتف كابتن زكريا ناصف. مساء الفل على حضرتك. اهلا شيما، ازيك؟ ازيك يا كابتن زكريا، اشيك لاعب كوره جه في مصر كلها. ميرسي ليكي يا شيما، انت كمان مذيعه. ربنا يخليك يا كابتن زكريا. طبعا النهارده احنا حاطين التويته بتاعت حضرتك في فقره السوشيال ميديا وطبعا عايزه احييك دايما على كلامك عن النادي الاهلي ما بيدلش على اي حاجه غير على انتمائك وحبك للنادي الاهلي. بص يا شيما، من السهل انك تلاقي جمهور الاهلي في اي حته في مصر او بره مصر، لكن من الصعب تلاقي جمهور بيعشق ناديه زي تباعد معاهم او بتقابليهم بيكلموا عن النادي الاهلي. ما بيكلموش عن الاسماء على فكره، بيكلموا عن النادي بس، يعني صرف النظر بقى عن مين نجوم، مين موجود، مين مش موجود. بحب قوي اتواجد في اماكن زي قهوه الاهلي امبارح في السيده زينب، بقعد مع الناس بسمعهم، ببقى مبسوط وانا قاعد معاهم، لان الحقيقه تقدري تقولي كل واحد فيهم يقدر يكون محلل في استوديو تحليل لماتش، لان فعلا بيفهمه كويس قوي. لكن اللي بتطلعي منه يا شيما من جمهور النادي انه بيخاف على النادي قوي، بيبقى حريص على النادي قوي. لكن المعادله دي بتبقى بالنسبه لجمهور النادي الاهلي سهله قوي، لانه بيثق في اي حد بينتمي للنادي الاهلي. صحيح. اي حد بيدير النادي الاهلي، اي حد بيلعب للنادي الاهلي. صحيح. عندهم ثقة في ماتش اتكلمنا طبعا عن ماتش حورية كوناكري وقالوا رأيهم وقعدوا يحللوا ليه كارتيرون بينزل أيمن أشرف جنب علي معلول وليه بينزل صلاح محسن جنب أزارو في أوقات وبيبقى تغييرات إيجابية، يعني حتى ليهم آراء في الجوانب الفنية. فالارتباط بالجمهور يا شيما خصوصا بقى لما تروحي قهوة وتلاقي صور لنجوم مصر على مدار التاريخ وبعدين تلاقي صورتك موجوده والناس عايزه تتصور معاكي، وانا يمكن في الصور اللي حطيتها لقيت ولاد صغيره وشباب وناس عواجيز. فالحقيقه ده بيبقى بالنسبه لي نوع من انواع الفخر وبتبقى لحظات سعاده حقيقيه. صحيح. وكابتن زكريا اكيد حضرتك تستاهل حب الناس ده كله. عايزه بقى اسال حضرتك على النادي الاهلي وعلى مستوى النادي الاهلي سواء افريقيا او في الدوري المصري الممتاز، هل انت راضي عن اداء النادي الاهلي في البطوله الافريقيه لحد دلوقتي؟ طبعا بالنسبه للنتائج راضي جدا. بالنسبه للاداء انا عارف ان جماهير النادي الاهلي قلقانه، بس هي مرحله انتقاليه، لازم نوضح للناس مرحلة انتقالية سواء بالنسبة للعيبة ومرحلة انتقالية في وجود مدير فني جديد.
صحيح. والمرحلة الانتقالية دي ما بتبقاش سريعة، لازم تاخد وقت طبيعي بصرف النظر عن اللعيبة اللي مشيت أو اللعيبة اللي موجودة، لأني أنا شايف إن المجموعة ما مشيش منها لعيبة كتير قد ما غاب لعيبة قد تكون مؤثرة. يعني أنا في رأيي إن أجاييه مؤثر جدا غيابه في الحتة اللي قدام دي، وبالتالي ياخد وقت شوية اللي بيلعب مكانه. صحيح. سواء بقى إسلام، سواء ميدو جابر، سواء أي لاعب بيلعب، لسه أنا متوقع هنشوف أحمد حمدي، ناصر ماهر مستواه يرتفع مع اللعب، مش قلقان على ناصر. يعني الناس يمكن حتى دايما مقارنة لناصر، وده مش صح. يعني أنا أعتقد إن النادي الأهلي في المرحلة الانتقالية دي الشهر اللي فات ده كله كان صعب الحكم قوي على الأهلي، لأنه بيلعب أكتر من 8 ماتشات في شهر، وده رقم كبير جدا. من الصعب إن أكيد طبعاً تعملي ريكفري للعيبة، وبالتالي أنا مش قلقان على النادي الأهلي اللي جاي. النادي الأهلي مستواه يرتفع مع الوقت، والنتائج أنا مش شايف إن فيها قلق خالص، لأن كارتيرون محقق نتائج جيدة سواء على المستوى الإفريقي أو حتى على المستوى المحلي. صحيح. يمكن بس التعادل بتاع الإنتاج، لكن أنا أعتقد إن المباريات اللي جاية مستوى الأهلي هيرتفع، ومستوى اللعيبة الفردي هيرتفع مؤكد، وبالتالي مفيش خوف على النادي الأهلي سواء في البطولة الإفريقية أو حتى في مشواره في البطولات المحلية، إذا كان دوري أو إذا كان كاس. صحيح. طيب لو سألت حضرتك عن مين هو المنافس الأقوى اللي هيكون في طريق النادي الأهلي للوصول للنجمة التاسعة؟ بصي، يعني في بعض الفرق اللي أنا شفتها، أنا أعتقد إن الوداد فريق قوي، لكن أنا ما أعرفش الطريق ممكن يبقى إزاي في القرعة بعد الوصول للدور الجاي، لكن فرق شمال افريقيا هي اقوى منافسين للنادي الاهلي في الموسم ده. طيب بالنسبه بقى للدوري المصري الممتاز، شايف في ملامح منافسه بدات تبان؟ لا، من الصعب طبعا بعد 6 مباريات نقدر نقيم. لو تفتكري على المواسم اللي فاتت، في سنه كانت داخليه اول 3-4 ماتشات هو الاول على الدوري. صحيح. وبعد كده رجع. النهارده المنافسه ما بتبانش دلوقتي، لكن أنا الحقيقة سعيد قوي بالإنتاج الحربي، لأن الإنتاج الحربي الحقيقة مع مختار بيقدم أداء جيد جدا على مستوى 6 ماتشات، ويمكن الإنتاج من الفرق اللي ميزانيتها المالية من أقل الفرق في الدوري العام. أنا شايف أداؤه جيد جدا ونتائجه جيدة الإنتاج الحربي، لكن التقييم بقى في المنافسة أعتقد إن الـ ممكن اكثر من فرقه تنافس الاهلي على الصداره بتاعه الدوري، لكن انا واثق متاكد ان الاهلي هو اللي نفس طويل، هو اللي بيبقى دايما المركز الاول هو اللي بيبقى عينه عليه، المركز الثاني بالنسبه له خساره. فانا اعتقد اللعيبه والجهاز الفني وراهم الاداره، وطبعا قبلهم عشان النادي الاهلي اللي دايما دعم للفريق، انا اعتقد ان المقاومات كلها صالح الاهلي. صحيح. طيب لو سألت حضرتك يعني مين هو أفضل لاعب لفت نظرك في النادي الأهلي، أو مين الصفقة اللي جت النادي الأهلي ولفتت نظر حضرتك جدا؟ بصي، سليف كوليبالي الحقيقة فاجئنا، وده بيأكد اختيار كارتيرون. سليف من أول ماتش لعب فيه وبيأدي أكنه موجود مع النادي من فترة طويلة، تأقلم بسرعة، واحنا كنا محتاجين ده، كنا محتاجين حد جنب سعد ونجيب، لأن بصراحة يعني غياب رامي ربيعة ورحيل حجازي كان لهم تأثير. صحيح. الحتة دي، وبالتالي سليف جه ملا سواء بيلعب جنب نجيب أو جنب سعد أو حتى أيمن أشرف لو بيلعب الحتة دي، فأنا شايف إن سليف هو كان أهم صفقة جات لنا، ويكفي ان هو بيشارك كمان في الأداء الهجومي وليه دور، وده مهم قوي. انما اللي انا شايفه للي جاي، انا شايف ان اكرم توفيق جاي، وشايف ان ناصر ماهر جاي، وشايف ان صلاح محسن هيكون ليه دور كبير قوي الموسم ده. صحيح. طيب في النهاية بقى عايز اسال حضرتك عن تقييمك للتحكيم في مباراة النادي الأهلي الأخيرة اللي كانت في الجولة 5 من الدوري المصري الممتاز، لقاء الأهلي قصاد الإنتاج الحربي.
شوفي، بعيد عن اي شبهه تعمد لاي حكم، لان النوايا انا مش قادر طبعا اقيمها، انما المستوى التحكيم سيء جدا فنيا، سواء الحكم او المساعدين او حتى الحكام الاضافيين. فانا اعتقد ان التحكيم بيمر بمرحله صعبه جدا، بيتاثر بيها دايما النادي البطل، والنادي البطل لان النادي الاهلي بيتاثر جامد قوي، لان كل نقطه بتروح منه بتبقى خساره، يعني صحيح. يعني الاهلي لو اتعادل مش بيبقى خد نقطه، بيبقى خسران نقطتين حقيقي. فانا اعتقد ان المتهم الرئيسي هو اتحاد الكره، ان هو محتاج انه يرتقي بالاداء الفني فنيا وبدنيا وحتى ذهنيا للحكام، لان دورهم مؤثر جدا، وده هيبقى مسار شبهات الحقيقه للتحكيم. ويكفي ان انا عرفت النهارده ان بدا اتحاد الكوره يجيب حكام اجانب، ودي هتبقى ازمه كبيره، لان اي واحد معاه فلوس يجيب حكم اجنبي هيقلل من تواجد الحكام المصريين في المباريات، وبالتالي صحيح مش هيرتفع أكيد. لان كل ما بيحكم مباريات اكتر كل ما مستواه هيرتفع زي اللاعب يعني. صحيح اكيد. كابتن زكريا بقى عايزين نطمن على حضرتك، هنشوفك امتى طبعا قريب على شاشه التلفزيون؟ انا باذن الله يوم الجمعه الجايه هكون اول حلقه في برنامج الماتش على استاد البلد. الف الف مبروك. 11 لوحده، وباذن الله يعني ده يمكن انفراد قبل البرومو ما ينزل لقناه الاهلي، هيكون ضيفي مانويل جوزيه ان شاء الله يوم الجمعه. الف الف مبروك، كل التوفيق لحضرتك. كان معانا نجم النادي الاهلي السابق كابتن زكريا ناصر، نورتنا يا كابتن زكريا في كلام في الميديا. ونرجع تاني بقى لفقره السوشيال ميديا اللي زي ما قلت لكم بنتابع فيها اهم اللي قالوا نجوم الكوره على صفحاتهم الشخصيه على السوشيال ميديا، ونروح لصفحات محترفينا في الخارج. نبتدي مع احمد حسن كوكا لاعبنا المصري المحترف دلوقتي في اولمبياكوس اليوناني، اللي نشر صوره على الانستغرام من مباراه امبارح اللي فاز فيها اولمبياكوس على منافسه في الدوري اليوناني أستراس تريبوليس 2-1، وكتب كوكا 3 نقط مهمين. كمان عمرو ورده المحترف في باوك اليوناني، واللي كان حريص جدا نادي باوك اليوناني ان هو يهنيه على عيد ميلاده، ونشر له صوره على تويتر وكتب عيد ميلاد سعيد عمرو ورده. عالميا بقى، كتبت الصفحه الرسميه للاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا على تويتر اسبوع على انطلاق حفل جوائز الفيفا، زي طبعا ما انتم عارفين ان الحفله دي هتكون ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي يوم 24/9، واللي هيحضره نجمنا المصري محمد صلاح، لانه طبعا من ضمن المرشحين لجائزه افضل لاعب في العالم مع كريستيانو رونالدو ومع لوكا مودريتش. كمان كريستيانو رونالدو نجم اليوفنتوس الايطالي احتفل باحرازه اول هدفين ليه مع الفريق الايطالي امبارح في ماتش ساسولو في الدوري الايطالي، ونشر صوره على الانستجرام وعلق عليها وقال سعيد جدا باحراز اول ثنائيه مع اليوفي، خصوصا انهم ساهموا في تحقيق فوز مهم للفريق. نروح بقى لاسبانيا، واحتفلت الصفحه الرسميه لنادي برشلونه على تويتر النهارده بذكرى خاصه ومميزه، وهي ذكرى انضمام الارجنتيني ليونيل ميسي للفريق سنه 2000. نشرت الصفحه فيديو لابرز مهارات واهداف ميسي، وكتبت في سبتمبر سنه 2000 وصل ليونيل ميسي لبرشلونه، ومن يومها لم يعد العالم كما هو. كمان صفحة أتلتيكو مدريد على تويتر نشرت صورة أو صور من مغادرة الفريق استعدادا لمواجهة موناكو في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بكرة، وكتبت لقد عاد دوري أبطال أوروبا من جديد، موناكو في انتظارنا ونحن في الطريق. كمان نشر النجم الانجليزي ديفيد بيكهام رساله لزلاتان ابراهيموفيتش من خلال طبعا صفحه نادي لوس انجلوس جالاكسي على تويتر بعد ما احرز الهدف رقم 500 ليه، وقال فيها 500 هدف ده فعلا يخليك كبير جدا، ورد عليه طبعا زلاتان ابراهيموفيتش السلطان وكتب صديقي بشكرك جدا، اتفق معاك ان انا كبير وهعمل ان انا احسن من الجانب الخلوق والخجول جوايا، انا فعلا محتاج اعمل كده. لا هو فعلا متواضع جدا طول عمره. اخيرا بقى نشرت الصفحه الرسميه لنادي توتنهام الانجليزي على تويتر صوره لواحد من مشجعين الفريق وهو بيطلب الجواز من صاحبته في ملعب النادي الجديد، وكتبت الحب في الهوا في ملعب سبيرز، اقروا طبعا القصه الكامله لملعبنا الجديد وهو بيشهد اول لحظات الساحره. طيب دلوقتي هنطلع لفاصل وهنرجع معاكم، هنستقبل ضيفنا استاذ خالد عامر الصحفي، او عفوا خالد
رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو استاذ خالد الاتربي رئيس القسم الرياضي في الشروق. مساء الخير عليك. مساء الخير عليك نورنا وعلى جماهير النادي الاهلي وعشاق النادي الاهلي. نورنا طبعا النهارده في كلام في الميديا. وفي البدايه عايزين نتكلم معاك عن النادي الاهلي وعن مباراته القادمه ان شاء الله يوم السبت اللي جاي قصاد هورايا كوناكر الغيني. في البدايه كده عايز اسالك عن رايك في لقاء الذهاب اللي كان موجود في غينيا. خلينا نتكلم عن نبدا بالنتيجه. النتيجه سلبيه. النتيجه هي في الـ في الـ في الـ في الشكل سلبيه تمام، انما في الذهاب والعوده المفروض ان ده النادي الاهلي يعتبر قطع من نص الطريق نحو التاهل. ناس كتير بتتكلم ان النتيجه خادعه، بس انا شايف ان النادي الاهلي بخبرته الافريقيه وحجم الفرق الخبره بين النادي الاهلي وبين هورايا كوناكر الغيني فرق كبير جدا. صحيح. طبعا الفريق بيتمتع بسرعات، بيتمتع بوصل في مفاجاه لدور المجموعات. صحيح. لكن ده النادي، احنا بنتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي قادر ان هو يعدي، ولازم ان احنا نتكلم عن نتيجه كبيره كمان مش مجرد تاهل بس. صحيح. طيب لو هنتكلم عن لقاء الذهاب برضو اكيد هنتكلم عن عامل الارض طبعا، واكيد الجهاز الفني واللعيبه اشتكوا من الارض، عن الرطوبه وعن الجو هناك كان صعب. يمكن دي كانت عوامل مؤثره سلبيا للنادي الاهلي. طبعا هو التاثير السلبي ده موجود وكان واضح على لعيب النادي الاهلي، بس هنرجع نتكلم على نفس النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، خبره لعيب الاهلي. صحيح. النادي الاهلي متواجد في البطوله عبر تاريخ باستثناء بعض الفترات المعروف اسبابها. النادي الاهلي لعب في اجواء اصعب من كده، وانا كنت متواجد معاهم في اجواء اصعب من كده. لعيبه النادي الاهلي بتاخد الامور بسهوله على عكس ما ممكن الناس متخيله. خبره النادي الاهلي، خبره لعيبه النادي الاهلي بتخليهم الامور دي بالنسبه لهم سهله. يعني مش صعبه زي ما احنا بنبقى شايفين، احنا بنبقى شايفين بنقيس على ظروفنا احنا، انما هم في وسط المعمعه زي ما بيقولوا، لا بيتعاملوا مع الموضوع بخبره شديده. وده اللي بيبان دايما النادي الاهلي بيحقق نتائج في المجمل نتائج كويسه جدا خارج ارضه. يمكن احيانا ساعات بتبقى احسن من بتبقى موجوده في القاهره او في مصر عامه يعني. طيب خالد، شفت ايه في مباراه الذهاب تعتبره ان هو نقاط القوه في فريق هورايا كوناكري اللي ممكن نعمل له حساب في اللقاء القادم؟ هو واضح ان الفريقين الاهلي وهورايا كوناكري تاثروا بعامل الارض الملعب وحشه، وواضح جدا ان الفريق المنافس هيكون اقوى في القاهره من مباراه الذهاب لعده اسباب. الجو في القاهره هيساعد ان هم يلعبوا كره كويسه. الارض هتساعد ان هم يلعبوا كره كويسه. هو ما عندوش حاجه يبكي عليها. يعني هو لازم ان هو يحقق نتيجه. هو على فكره لو بصينا للنتيجه، التعادل السلبي لحد اخر لحظه في مصلحه هورايا كوناكري. صحيح. لا هو ممكن يلعب على عامل ان هو ركلات ترجيح او انما النادي الاهلي طبعا التعادل السلبي برضو هيوديه المرحله كويسه برضو، بس في النهايه ركلات الترجيح، انك توصل ركلات الترجيح في القاهره مع فريق هورايا كوناكري هيبقى صعب جدا على جمهور النادي الاهلي يتقبلها. وان صحيح. كان احنا نأمل النادي الاهلي يتاهل ان شاء الله، ينهي المباراه دي من اول 10 دقائق باذن الله بهدف ان شاء الله. نتمنى يا رب ان شاء الله. طب نتكلم عن الجمهور دلوقتي. قلت لي الجمهور مش هيقبل غير بالفوز. طبعا هو ده جمهور النادي الاهلي، ما بيقبلش غير بالفوز وكمان الاداء الجيد. ده المعروف عن جماهير النادي الاهلي. خلاص اتسمح ل 20,000 متفرج او 20,000 مشجع للنادي الاهلي ان هم يحضروا مباراه الاهلي القادمه قصاد هورايا كوناكري الغيني ان شاء الله، هتقام على ملعب السلام بدل برج العرب. شايف بقى عامل الجمهور هيساعد نسبه قد ايه لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله ان هم يفوزوا باللقاء ده؟ بنسبه 100%. يعني جمهور النادي الاهلي اللاعب رقم واحد، جمهور مختلف. صحيح. دايما واقف في ظهر فريقه، دايما زي ما دايما بيقولوا فعلا على الحلوه والمره معاه. دايما النادي الاهلي بيجسد، جماهير النادي الاهلي بتجسد المقوله دي، بتجسد دايما كلام جماهير النادي الاهلي بيكون بيطبق على ارض الواقع بخلاف اي حاجه تانية. دايما بيثبتوا في اوقات كتيره
ان هم دايما اي يعني دايما جمل بتاعتهم ما بتكونش مجرد شعارات، ما بتكونش مجرد حاجه تتكتب على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي، لا جمالنا الاهلي دايما بتضرب مثل في ان هي بتقف جنب فريقها، دايما بتكون في الميعاد، وده اللي احنا منتظرين منهم. ونتمنى نامل ان المباراه المقبله تكون صوره تجسيد صوره حقيقيه عن جمهور النادي الاهلي الحقيقي، جمهور النادي الاهلي الحقيقي اللي ما بيفتعلش ازمات، اللي بيكون دايما عامل قوه لفريقه، ما عامل قوه لناديه، ما بيكونش مؤثر في غرامات او مؤثر في قرارات او مؤثر في اي حاجه. جمهور النادي الاهلي دايما دايما هو وقود النادي الاهلي. صحيح، وانا طبعا واثقه ثقه عمياء في جمهور النادي الاهلي ان هو كلنا واثقين في جمهور النادي الاهلي، لان هو طبعا هيبعت رساله لكل المسؤولين، كل ان احنا بنقدر نرجع باكتر من 5000، ممكن نبقى 20000، ممكن نبقى 30000، ممكن نبقى للتكوين. هو العدد ده ان شاء الله هنوصل 30 ونوصل 40، واحنا ان شاء الله هنامل ان في نلعب النهائي ان شاء الله لما الاهلي يوصل النهائي في استاد القاهره في وسط 100000 متفرج ان شاء الله. يا رب باذن الله. طيب خلينا نتكلم بقى عن الاصابات اللي ضربت النادي الاهلي، خصوصا طبعا خط الدفاع. سعد سمير اتصاب نزل مكانه، محمد نجيب طلع بقطعه في الغضروف، طبعا نتمنى له الشفاء العاجل باذن الله من الاصابه دي. شايف الاصابات دي هتاثر ازاي على النادي الاهلي في اللقاء القادم ان شاء الله؟ طبعا احنا لو قلنا الاهلي بمنحدر هيقولوا احنا بنتكلم على قناه النادي الاهلي، بس هو تاريخ النادي الاهلي بيقول دايما كده، الاهلي بمنحدر. صحيح، دايما الاهلي بيملك البدائل. والله انا بقول كده قبل ما اجي حتى قناه النادي الاهلي دايما، ما هو بس احنا دلوقتي لو قلنا كده ممكن الناس تقول كده، بس ما علينا، احنا خلينا نتكلم في الواقع والتاريخ. احنا قبل ما نكون موجودين تاريخ النادي الاهلي هو بيقول الاهلي بمنحدر. صحيح، فعلا الاهلي بمنحدر. الفريق البطل لابد انه يكون عنده بدايل، واحنا عارفين ان النادي الاهلي عنده البدايل دي. احيانا بيكون في تراجع في الاداء في وقت معين، لكن انا دايما بقول حاجه، دايما بقول طالما قادر تحقق النتائج المطلوبه، قادر تحقق اهدافك، مش شرط ان انا ادي بالاداء المطلوب في بعض الفترات، انا ما بتكلمش على المجمل، في بعض الفترات لازم بعاني من ضغط المباريات في وقت من الاوقات ان انا بستهدف، وانا ممكن كجهاز فني افكر انا عايز اكسب، ودايما وبفكر في مباراه ثانيه، وبفكر عندي مثلا عايز اكسب في مباراه في الدوري، مش عايز اخسر نقاط، وعندي كمان 4 ايام مباراه بره في افريقيا، فبقى عندي حسابات، فممكن اعمل حساباتي النتيجه قبل الاداء. في النهايه لو انا لعبت كويس وطلعت بتعادل او خساره، لا، انا كجهاز فني وكاداره وكجماهير مش هتقبل غير بالنتيجه. فنرجع نقول برضو تاني، الاهلي محضر، والاهلي قادر في الغيابات، يعني ايمن اشرف كان طول الموسم اللي فات. صحيح، هو اساسي في قلب الدفاع. صحيح، فقادر ان هو يلعب الدور ده. كل اللعيبه في النادي الاهلي قادرين بخبراتهم اللي احنا بدانا بيها، خبرات اللعيب الاهلي الافريقيه والدوافع ووجود عدد كبير من الجماهير ما كانش موجود لفتره طويله، واللعب في القاهره، كل دي عوامل بتاكد لنا وبتدي دلائل لينا ان الاهلي ان شاء الله هيتاهل الفتره الجايه. احنا طموحنا مش النادي الاهلي يتاهل الدور الجاي، طموحنا ان النادي الاهلي يحتفل بالبطوله ان شاء الله وسط جماهير باذن الله. طيب استاذ خالد، نطلع دلوقتي لفاصل ونرجع نتكلم عن البطوله الافريقيه في الموسم الحالي. فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في الكلام في الميديا. لسه منورنا استاذ خالد الاتربي رئيس القسم الرياضي في الشروق. مساء الخير عليك مره ثانيه. مساء الخير عليك. عايزين بقى نرجع نتكلم عن البطوله الافريقيه ومشوار الاهلي ان شاء الله نحو البطوله التاسعه، فهنتكلم عن مين هو المنافس اللي انت شايفه هو الاقوى للنادي الاهلي. يعني واضح من المباريات اللي فاتت هو برضه الوداد، يعني الوداد المغربي بيقدم مباريات كويسه، عامل نتائج كويسه. مازيمبي مازيمبي يعني انا شايف الوداد اقرب، الوداد اقرب. مازيمبي شفته مباراه الاخيره، لا كان متوسط، يعني ما كانش حتى يقع لمرحله الجيد، ممكن يكون في المباراه دي بس، الله اعلم، ما اقدرش احكم عليه. بس اللي شايف الاقرب هو الوداد، الوداد فريق قوي. والترجي الترجي فقد بعض اللعيبه المهمين بالنسبه له. بعدين زي ما بقولوا الترجي، لو يا ريت الترجي
الترجي لعبه سهله يعني، واحترامنا لقوه الترجي وطبعا فريق عريق وفريق كبير. صحيح. بس دايما زي ما بيقولوا كده بلغه الكره كعب الاهلي علي علي يعني. لكن انت شايف ان الوداد المغربي هو يمكن يكون المنافس الاقوى، طبعا صاحب البطوله او بطل البطوله اللي فاتت من دوري ابطال افريقيا. اعتقد ان هو يعني المنافسه القوي اقوى من اقوى المنافسين النادي الاهلي على البطوله هو الوداد المغربي، برغم طبعا خسارته قصاد وفاق الصيف بهدف لا شيء، هدف لا شيء بنتيجه سهل تعويضها يعني. لكن شفت اداء يعني ممكن نقول عليه هو ده المنافس الاقوى. ما هو احنا لو اتكلمنا عن الاداء هنتكلم زي ما بنقول الاداء احيانا ما بيكونش دلاله على ان الفريق اللي قدامي ممكن مباراه اوت اوف مود زي ما بيقولوا. صحيح. بس في المجمل هو الوداد اقرب ان هو يكون نفس النادي الاهلي على اللقب ان شاء الله. طيب خلينا بقى نروح للمنتخب الوطني الاول ونتكلم على المنتخب الوطني الاول. فخلينا الاول نتكلم عن نجم ليفربول الانجليزي منتخبنا الوطني محمد صلاح. من امبارح للنهارده كنا حاطين سؤال على السوشيال ميديا وبنسال في شايف ازاي علاقه محمد صلاح بساديو ماني او ساديو ماني جوه الملعب. انت رد الاول على السؤال ده وبعد كده نشوف مع بعض الجمهور قال ايه. العلاقه من الاثنين على فكره، من الاثنين مش من واحد بس، من الاثنين عشان نكون منصفين. دايما على فكره دايما وانا دايما بشوفها مشكله، دايما كشعب عربي عامه بنتعامل دايما مع اي ازمه بالعاطفه. تمام. محمد صلاح نجمنا، نجم الاول بالنسبه لنا بالنسبه لناس كتير جدا في العالم، واحد من اهم الثلاث لعيبه في العالم. بس في النهايه برضو العلاقة بينهم هما الاثنين من صلاح ومن ماني علاقة إلى الآن مش سوية، بمعنى إن كل واحد بيفكر في نفسه ما بيفكرش في الفريق. صلاح يمكن أكثر تعاونية من ماني، يعني صلاح بيحاول مرة أو مرة لا، ماني لا خلص، ماني زي ما بكون عايز أوصل رسالة اللي عملته السنة اللي فاتت مش هيحصل تاني. يعني قبل ما مش عايزين ننسى إن قبل ما يوصل صلاح لليفربول كان ماني نجم الفريق. صحيح. النفس البشرية برضو لا، النفس البشريه طبيعي ان انت تدور على مصلحتك ومصلحه الفريق. صحيح. تدور على مصلحتك ومصلحه المكان. مش مصلحتك انت بس. وحتى لو مصلحتك انت هتتعارض مع مصلحه المكان ومصلحه اي حد تاني، ساعات بيبقى المفروض انت يعني المفروض ان محمد صلاح في التوقيت ده مرشح ان هو ياخد انه ينافس على جائزه افضل لاعب في العالم، داخل ضمن الثلاثه المرشحين. صحيح. يعني المفروض ان كل نجوم فريقه بيساندوه وده واضح. لا ده بالعكس، ده واضح ان هم يعني هو المفروض ان هو دايما يكون بالعكس. يعني هو لو فعلا هو مرشح دلوقتي ان هو ياخد جائزه افضل لاعب في العالم، فاكيد مش من مصلحه ساديو ماني ان هو يسيب محمد صلاح ياخد جائزه افضل لاعب في العالم ويتنجب من جوه كمان ليفربول اكتر منه بكتير. وخصوصا الكلام ده كان على الموسم اللي فات. هو بيقول لك الموسم اللي فات ليه حسابات ثانيه والموسم ده ليه، هو واضح من بدايه الموسم هو بالنسبه لساديو ماني ان الموسم ده ليه حسابات ثانيه. ده هيصب في مصلحه ليفربول في حال يورجن كلوب قدر يتعامل مع الموضوع وقدر ان هو يدي كل واحد حقه في الملعب. لابد ان الامر ده، وعلى فكره الازمه دي من اكبر الازمات اللي هتبين ازاي المدير الفني يقدر يحل المشكله. معانا دلوقتي على التليفون دكتور طارق الادور نائب رئيس تحرير الجمهوريه. مساء الخير عليك يا دكتور. اهلا، مساء الخير عليك وعلى ضيفك. انا مش عارف مين معاك. معانا النهارده استاذ خالد. خالد الأتربي. اهلا بيك. خالد الأتربي. اهلا بيك استاذ. اهلا بيك استاذ. اهلا وسهلا بيك دكتور. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. طيب عايزين النهارده نتكلم عن علاقه ساديو ماني ومحمد صلاح جوه ليفربول. حضرتك شايفها ازاي في الفتره اللي فاتت؟ انتوا بتناقشوا نقطه مهمه جدا، هي علاجها السريع هو الحل للبقاء على توهج نادي ليفربول في الفتره الاخيره وبالذات صلاح ساديو ماني وفيرمينيو، الثلاثي اللي عمل موسم رائع في الموسم اللي فات. صحيح ليفربول لم يتوج بألقاب لكن كانوا محط انظار يمكن العالم كله. صحيح. وكان طبعا ابرز اضلاع هذا المثلث الجميل كان محمد صلاح اللي اقتنص العديد من الجوائز. لكن عايز اقول لك بس كده الاطارين مهمين جدا في النقطه اللي هتكلم عليها دول. الاطار الاول هو كيفيه اعاده العلاقه
ثلاثيه بين اللعيبه الثلاثه دول بشكل اللي كانت عليه السنه اللي فاتت، اذا اراد ليفربول انه يستفيد منهم اكبر استفاده ويخش بقى في سجل الابطال، لان هو السنه اللي فاتت تالق ولكن لم يدخل في سجل الابطال. النقطه الثانيه ان الاستفاضه في الكلام عن هذه الامور وزياده المعدلات الكلام عليها سواء في السوشيال ميديا او في ملاعب انجلترا او في الصحف الانجليزيه او 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 او، انا وجهه نظري انها ستاتي بمردود سلبي جدا على العلاقه وعلى المستوى بتاع كلا اللاعبين. بس ارجع بقى للنقطه الاولانيه، ايه هو مصدر القلق في العلاقه بين صلاح وساديو ماني بالذات، وليه العلاقه دي مش متوتره بنفس هذا الشكل، او يعني بس لا تلقي عليها الاضواء بنفس هذا الشكل بين صلاح مثلا وفيرمينيو لاعب البرازيلي المهاجم نادي ليفربول. وقع الامر ان هي نقطه انسانيه بحته، يعني الانسان في طبيعته اكثر ما يحب هيحب نفسه، يعني اكثر حاجه هيحبها هيحب نفسه. صحيح. فان ساديو ماني كان موجود في ساحه النجوميه قبل صلاح بشويه سواء في ليفربول او على مستوى الكره الاوروبيه، والدليل على ذلك ان هو في العام 2016 اللي هي السنه السابقه لفوز صلاح بلقب احسن لاعب افريقي، اما رياض محرز خد لقب احسن لاعب افريقي في 2016 وجاء بيير امريك اوباميون لاعب الجابوني كان ثاني لاعب، كان ساديو ماني وقتها الثالث. بس كان دخول ساديو ماني في قائمه الثلاثه الكبار كان معناه ان ساديو ماني بدا يبحث لنفسه عن مكان يفوز هو نفسه. صحيح. بجائزه احسن لاعب. صحيح. فالفتره حتى قبل قدوم صلاح الى ليفربول كان ساديو ماني الاسهم بتاعته ترتفع بشده جدا، وما كانش حد في الدنيا كلها حتى احنا يا مصريين نتوقع ان صلاح هيتوهج هذا التوهج ويخطف الاضواء حتى من ساديو ماني نفسه ويخش وياخد لقب احسن لاعب وساديو ماني يجي في المركز الثاني. فاصبحت العلاقه العلاقه مش بس مجرد ان الاثنين في الملعب كل ان هما يعني بيساعد الاخر على التالق، ولكن لا ارتدت الى كمان جوائز فرديه صلاح هو اللي سيطر عليها بدلا من ساديو ماني. اللي بيعقد الامور اكتر ويمكن الناس مش واخده بالها منه قوي ان سن صلاح ساديو ماني هو نفس السن، الاثنين عندهم 26 سنه. صحيح. يعني معنى ان في لعيب يتفوق على اللعيب في هذه المرحلة السنية ان هو هيكمل بتألقه ان هو اللي يستحوذ على الألقاب هو اللي ياخد أحسن لاعب، كما فعل مثلا قبل كده يايا توري لما خد لقب أحسن لاعب إفريقي أربع سنوات متتالية، أما كان زمان صامويل إيتو خد برضه لقب أحسن لاعب إفريقي أربع مرات، ولما كان موجود في الساحة ديدي دروبا. يعني اللعيب اللي هو بيبقى متوهج فترة مرحلة عمره اللي هي المرحلة السنية الذهبية لعمره اللي هي زي مرحلة صلاح وساديو ماني، غالبا لو لعيب هو اللي توهج وهو اللي اختطف الاضواء وكده هو اللي هيكمل ان هو قصة بقى اكيد اللاعب اكيد وهذا الامر. فديت خلقت نوع من الغضابة شوية في العلاقة اللي بين صلاح وساديو ماني، بس كان يجب في الوقت المناسب يورجن كلوب يتدخل ان هو يعتبر الثلاثي كلهم بقى معاهم كمان ريفيرتو في فيرمينو، الثلاثي ده ادي لليفربول خدمات جميله ولعبه كره القدم ليست لعبه فرديه، واللعيب اللي هو يدي لزمايله او يعطي لزمايله هو اللي في نظر الناس هو الاكثر توهجا وهو اللي في نظر الناس الاكثر عطاء، لان صلاح بجانب ان هو توهج وتالق على المستوى الفردي كان مع الفريق بشكل جماعي مميز جدا، وده اللي اكد عليه اكثر من لاعب منهم هندرسون كابتن ليفربول لما خد لقب احسن لاعب في انجلترا طلع على طول وصرح قال لك من ضمن حب الجماهير لصلاح ان لعيب دايما بيبدي الفريق على نفسه. كان هو بيستلم جايزه احسن لاعب بيقول ان انا الجايزه دي لنادي ليفربول وليست لمحمد صلاح، لان هو زمايلي هم اللي ساعدوني على ان انا اخد الجايزه دي. فهي دي الروح اللي يجب ان تستمر. اكيد. لم تستمر للاسف سيكون هناك امور مش جيده بين سواء بين صلاح وبين ساديو ماني او في الفريق ككل، لان انا لمست يعني كان التحدي الحقيقي لصلاح هو ان السنه دي ادي نفس اداؤه السنه اللي فاتت، يعني ممكن لعيبه كتير زي رياض محرز اللي خد لقب احسن لاعب في افريقيا 2016 كان هو متوهج جدا في انجلترا، كان احسن لاعب في الدوري الانجليزي، خد ليستر سيتي للفوز
انجازات كثيره، لكن اين رياض محرز السنه اللي بعدها؟ اقل جدا. صحيح. كان التحدي اللي كل الناس بتكلمه عن صلاح ان هو ليس المعيار، بان صلاح فعلا اقترب كل الالقاب وخلاص جاب 34 هدف في الدوري، كان متالق في دوري ابطال اوروبا وقضى ليفربول في نهائي دوري الابطال وعمل كل الانجازات ديت. التحدي الحقيقي انه يكرر نفس الانجاز في السنه اللي بعدها، ان هو يجيب معدلات تهديفيه مرتفعه، مش لازم يجيب ال 34، لا ممكن مثلا يجيب له 25 جول في الدوري الانجليزي، يبقى هو محتفظ لنفسه بانه برضه من ضمن الهدافين، محتفظ نفسه وعلى نفسه مستوى الاداء، هو نفس مستوى العطاء نفس مرفوض بحاجه اكيد نفس اكيد. هي التحدي الحقيقي. صحيح دكتور. اتمنى ان العلاقه دي تزيد سريعا. اتمنى. دكتور طارق، عايز اسال حضرتك عن توقعاتك لمباراه بكره في تشامبيونز ليج ما بين باريس سان جيرمان وليفربول الانجليزي. بصي، هو نادي ليفربول انا حاطط بس دلوقتي الالقاب زي ما قلت في البدايه، يعني ليفربول كان بعيد عن ساحه البطولات ساحه الالقاب، الان اصبح الدوري الانجليزي نفسه اللي هو بيتصدره ليفربول مع نادي تشيلسي الفرق بينهم فريق هدف واحد، ودوري ابطال اوروبا اللي وصل ليفربول الى مرحله ان هو يعني المباراه النهائيه اللي ما كانش وصل لها من 2005 عندما تفوز باللقب على حساب الشام. انا شايف ان قام الاوان ان ليفربول يعني دلوقتي هو طموحه اللقب. اول اصطدام لليفربول مع نادي باريس سان جيرمان، نادي على فكره باريس سان جيرمان يعني الانديه على فكره المرشحه بكل قوه ان هو ينافس على اللقب بقى السنه دي، هو خلاص كفى الدور يعني الفريق اللي بيتالق كده على مسار البطوله، لكن في النهايه بيخرج من دور الثمانيه او بيخرج من ادوار حاسمه، لا برضه بيفكر في اللقب. لكن وجهه نظري ان نادي ليفربول دلوقتي استوى وقال الاوان ان هو يبدا بدايه قويه عشان يتصدر مجموعه دوري الابطال، وبعد كده يكمل في طريق البطوله في النوك اوت ستيج بقى، انه يكمل بقى مش في النهائي بس هذا العام، ولكن ايضا يتوج باللقب بقياده السلسله دي محمد. شكرا ليك دكتور طارق الادور نائب رئيس تحرير الجمهوريه. نرجع بقى تاني ونتكلم معاك يا خالد ونشوف مع بعض ايه هي ردود افعال الناس على سؤال امبارح اللي هو كان كيف ترى علاقه محمد صلاح بستاديو ماني. محمد او خالد احمد بيقول اهلا شيما، انا بقول ان ماني مش اناني لان كل لاعب عاوز يكون احسن من التاني، انما صلاح في القلب طبيعي. كمان مصطفى اشرف بيقول الحكايه مش حكايه انانيه وانما الصراحه غيره ماني من صلاح، شكل ماني عايز يرسم صورته على طياره السنغال. ادار كمان بيقول اناني وحابب ياخد الضوء من صلاح. ساجد الاهلاوي بيقول بره الملعب اصحاب وحبايب لكن جوه الملعب كل واحد عايز مصلحته. احمد ابراهيم بيقول للاسف في انانيه من ساديو ماني. مصطفى رأفت بيقول والله انا شايف ان ماني عايز يكون احسن من صلاح ويسجل اهداف اكتر من صلاح عشان العالم يقول ان ماني احسن من صلاح، مع ان صلاح احسن بكتير وصلاح مش اناني وبيحب الخير للجميع وبيلعب لمصلحه الفريق. احنا فعلا شعب عاطفي جدا، حتى لو صلاح فعلا كان عنده نسبه انانيه فاحنا بالنسبه لنا احنا متقبلين ده على فكره، او نقول ده مش اناني ومش هنقول انه اناني، لا ابننا مش اناني ابدا طبعا طبعا. وفي برضو حد اسمه خالد تقريبا، واضح ان دايما خالد دايما متوافقين مع بعض شويه، بيقول كده برضو، بيقول العقل ان هو اللعيب مش اناني بس الطبيعه البشريه، لو هو راجل انا كمان عايز اكون نجم، انا كمان عايز ادخل التوب 3، ايه المشكله يعني؟ هو صحيح. بيفكر في نفسه برضو يعني دي بس حاجة. بس سلك الطريق الغلط يعني، عارف اللي هو ممكن توصل بده بالتعاون مع زمايلك، بالتعاون مع ممكن تقول الاثنين في فريق واحد. واعتقد ان انا الذاكره مش هتسعفني ان كذا مره اترشح واحد واثنين من نفس الفريق لجائزه افضل لاعب وفي النهايه واحد بيكسب يعني. صحيح. فممكن اثنين من فريق واحد يوصلوا لده. صحيح عندك حق، يعني ان اي لاعب بيحاول ان هو مش على حساب حد، مش على حساب ان هو ينافس على القاب كتير، ان هو يحسن من نفسه، ان هو يظهر نفسه بشكل افضل، تمام، لكن ان احنا برضو نقف ورا محمد صلاح ابننا دي حاجه ثانيه خالص، ده موضوع ثاني. اي حاجه يعملها صلاح احنا معاه. ده واجب وطني يعني. كمان احمد ابو العلا بيقول مساء الفل يا شيما، انا شايف ان ماني كان بيساعد محمد في الموسم الاول، ولكن تتويج صلاح في الموسم الاول هيكون في انانيه في الموسم
الموسم الثاني. كمان محمد البنداري بيقول مساء الخير عليك يا شيما، انا شايف ان العلاقه ما بينهم في الملعب متوتره، وده ظهر في انانيه كل واحد منهم في المباراه الاخيره سواء ماني او في معظم المباراه، ومحمد صلاح في اخر ربع ساعه منها، والموضوع ده اتكرر في مباريات كتير، وكانت البدايه لما اتخانقوا على ضربه الجزاء في مباراه وديه في فتره الاعداد. صحيح. ولازم كلوب يتدخل لان الكلام ده هياثر على جماعيه ليفربول اللي هم كانوا طبعا مميزين بيها في الموسم اللي فات. الكلام ده اكيد صحيح 100%. كمان اسلام يحيى بيقول مساء الفل، انا شايف ان ماني الموسم ده بيفكر بطريقه تانية وفي انانيه، وده هيضر مش بس صلاح لكن هيضر الفريق كله، لازم كلوب يتدخل ويعالج النقطه دي. شايف دور كلوب عامل ازاي؟ هو المفروض أكيد. او هيقدر اصلا يسيطر عليهم ازاي جوه الملعب؟ اه طبعا، هو في النهايه برضو كلوب مش مدرب صغير، مدرب كبير، مدرب نجم. هو نجوميته في الاساس كانت في تدريب سابقه صلاح وسابقه ماني، فهو هو بيتعاملوا معاه كمان برضو. انا اكيد ما بغطيش اخبار ليفربول واعرف ولا اعرف ايه الامور الداخليه، بس في النهايه انت بتفكر، ممكن تفكر بتفكير اللاعب ده. يعني انا من 5 سنين مثلا برضو كنت بشوف كلوب نجم، هو برضو كلاعب، هما الاثنين كلاعب ممكن اشوف كلوب نجم. واكيد عارفين ان هو في النهايه ده مدير فني، هو المدير الفني يملك ان هو العديد من القرارات اللي بتسمح له ان هو يسيطر على الغيره دي ويسيطر على ده ويوجه الحب الظهور ده لمصلحه الفريق بدل مصلحه اللاعب نفسه. اكيد اكيد. طيب نروح لعمرو عبدين، او مش مهم يعني هو الاسم للاسف مكتوب بالنسبه لي انا غلط، بس خلينا نقول عمرو بيقول ساديو ماني بيحاول ان هو يعرقل نجاح صلاح لانه المنافس الوحيد ليه في الفريق وفي افريقيا. عمرو للاسف اسمك يعني ايه، عيد زين، عيد زين، بس انت مش حاطط سبيس فما كنتش عارفه اقراه كويس. طيب نروح بقى لتويتر. تويتر علي محمد بيقول مساء الخير يا شيما، بصراحه لازم تدخل من يورجن كلوب قبل الامور ما تتصاعد مع المشكله اللي واضحه زي الشمس. مجنونه الاهلي بتقول ماني طبعا طماع جدا وصلاح بقى رد فعل، يعني هي شايفه ان في اخر ربع ساعه بس من اللقاء الاخير لليفربول محمد صلاح ابتدى ان هو يعمل زي ما ماني بيعمل بالظبط. احنا قلنا بقى وده من حقه، صلاح كان بادئ كده بس بعرف لكن واحده بواحده بقى يعني في النهايه. صحيح. كمان ديشا اهلاوي بيقول ساديو ماني اناني وما بيلعبش جماعي غير صلاح تماما، ورد فعل صلاح مش غلط بس اعتقد ان ده مش في صالح الفريق. هو للاسف طبعا في الاخر هو مش فريقه مش في صالح في صالح ليفربول ابدا. طيب احمد سعودي الاهلاوي بيقول المفروض يورجن كلوب يتدخل عشان مصلحه الفريق، ساديو ماني بدا يطمع في الكوره وصلاح محترم لابد من رد فعله. هو صلاح محترم برضه بس رد في اخر اللقاء، بس هو اكيد طبعا يعني يعمل اللي هو عايزه. وزياد كمان بيقول علاقه جيده ما عدا الماتش اللي فات وهتتحسن بمرور الماتشات. قاسم الماجيك بيقول اكيد علاقه مش كويسه بالنسبه لماني لان صلاح اخد عدد جوائز السنه دي وبقى النجم الاول لليفربول وماني عايز يكون النجم الاول. مين متفق؟ محمد السيد بيقول انا شايف ان الموضوع خطير جدا على ليفربول، اولا ثم عليهم شخصيا وعلى الاداره، وكلوب لازم يتدخل سريعا لانهاء هذه الازمه قبل ما يحولها الاعلام لمشكله كبيره، وهي فعلا اتحولت لمشكله كبيره سواء على السوشيال ميديا او حتى الاعلام الانجليزي يتكلم عنها. لا انا شايف ان الاهتمام اكتر بيها كان على السوشيال ميديا لسبب، بحكم شغلنا احنا كل يوم طبعا مهتمين بصلاح كاخبارنا احنا. صحيح. احنا بندور على اخبار صلاح وندور على كل المشكله بحكم الشغل. انا تاني يوم المباراه مباشره، من المباراه كان معموله بدري تاني يوم، كلنا كنا بندور على جورنان كبير في انجلترا بيثير الازمه وبيثير الموضوع في مواقع كبيره ما كانش فيه غير حوالي 3-4 مواقع غير مصنفه بالنسبه للانجليز نفسهم. هم اللي كان متصدر الازمه كل الموضوع كله اللي هو كان الاصابه اللي كانت في عين فيرمينيو ولا صحيح دي اللي كانت مصدره، دي كانت مصدره السوشيال ميديا والجرايد والصور في الجرايد وكل حاجه. واضح ان الموضوع لما يوصل الاعلام الانجليزي وهم يضخموا محتاج 3-4 مباريات يحصل بنفس الشكل. اعتقد ده انها تبقى ظاهره، ممكن يكون شايفين ان هو كان مباراه سهله، مباراه كانت توتنهام في الواقع ان هي في الظاهر من بره ليفربول هيلعب توتنهام فريق قوي فريق ممكن كمان الاعلام الانجليزي دايما بيدور على البوزيتيفيتي او على الايجابيه في كل حاجه. يعني لما كنا بنشوف لقاءات منتخب انجلترا في كاس العالم اللي فات قد ايه المنتخب الانجليزي كان بيعظم من اي حاجه بيعملها المنتخب الانجليزي في وقت كاس العالم. دي نقطه. وعندي النقطه الثانيه برضو دايما بقول اتجاه السوشيال ميديا اتجاه واتجاه الاعلام دايما بيبقى اتجاه تاني. لا بس ساعات بيكونوا ماشيين بخط احيانا متوازي. احيانا وانا شايف ساعات السوشيال ميديا بتبقى احيانا
هي مؤشر بس هي مش اداه لتسيير الامور يعني. هي مؤشر لرد فعل الناس، رد فعل الجمهور. صحيح. في النهايه انا بالنسبه لي اللي شفته في الاعلام الانجليزي كان يعني قليل جدا بالنسبه لرد الفعل اللي احنا لحد دلوقتي على السوشيال ميديا. طبعا طبعا، بس في الاخر برضه السوشيال ميديا دي زي ما قلت هي مؤشر عن الرد الحقيقي، رد الفعل الحقيقي. كلام مش تقليل من السوشيال ميديا، انا واحد من الناس من كتر اكتر المتفاعلين مع السوشيال ميديا. بس مش مؤشر قوي قوي يعني، على ساعات بتشوف حاجه بالونه كبيره قوي في الاخر. صحيح. في الحقيقه هي في بعض الاحيان بيكون في حملات ماجوره مش على السوشيال ميديا في كثير من الاحيان، سواء بالسلب او بالايجاب على شخص طبعًا. ما طبعا تلميح حد، حد بفلوس كتير قوي او اطفاء حد. صحيح. عندك حق. طيب كمان حسين محمد بيقول ماني في اللقاء ليه اتكلم ان صلاح مش هو اللي بيستحق الاشاده وان فيرمينيو هو اللي يستحق الاشاده. اظن ده اللي حصل في الماتش اللي فات سحابة صيف، لان الاثنين مش من صفاتهم الانانيه. كمان محمد ممكن كل الاعلام الانجليزي تعامل مع النقطه دي كده يعني. صحيح. تعامل مع النقطه ان هو كان المباراه خلاص كان في الاواخر والنتيجه كانت خلاص مضمونه، فكل واحد عايز يدور على المجد الشخصي بالنسبه له. فممكن يكون يتعامل معاها كده، ممكن يبدا يتعامل معاها ده من وجهه نظري لو اتكرر في المباراه اللي جايه بكره او المباراه اللي بعدها. محمد محمود بيقول ماني بنفسه وعايز يوقع صلاح، لكن ان شاء الله صلاح هيتفوق على ماني وعلى اي حد. محمود كمال بيقول علاقه متذبذبه، لان ماني كان نجم ليفربول قبل ما يجي محمد صلاح، ودلوقتي صلاح هو النجم الاول وكمان اخذ منه جائزه الافضل في افريقيا، فاكيد في تنافس ولكن مش مفيد للفريق. ولازم يعرف صلاح ان هو من احسن لعيبه العالم حاليا، وبيشتغل على نفسه اكتر وبيجتهد وما بيضيعش الفرصه السهله. وكمان يورجن كلوب لازم يتدخل. سعيد كمان بيقول هو واضح جدا في الموسم الماضي ان ساديو ماني مش بيحب يساعد غير نفسه ومتغاظ من صلاح عشان سحب منه الاضواء. ما اظنش ان الكلام ده الكلام ده فيه افتراء بقى. الموسم اللي فات ده، الموسم اللي فات هو ساديو ماني من اكتر الناس اللي كانت بتساعد صلاح انه يوصل. صحيح. لكن فعلا ممكن نقول ان ساديو ماني راح كان موجود في ليفربول كان هو النجم اللي هناك، دخل عليه محمد صلاح يعني سحب البساط من تحت رجله زي ما بنقول. وفعلا اترشح لعده جوائز او لعدد اكبر من الجوائز في الموسم اللي فات، وكان اكيد ساديو ماني والاسس بتوعه كان ليهم دور كبير جدا طبعاً. في الجوائز اللي اخذها محمد صلاح. يقدر يعمل اي انجاز لوحده في اي مجال. لازم يكون الفريق العمل اللي حواليه هو اللي بيساعده ان هو يكون ناجح، وده اللي حصل كل زمان. محمد صلاح كانت بتعمل ده مع السنه اللي فاتت، وساديو ماني من اكتر الناس اللي عملت ده. فانا شايف برضو هرجع اقول شايف ان المباراه اللي فاتت والمباريات اللي قدام مش مؤشر. خلينا نشوف الموضوع مباراتين ثلاثه كده، نشوف لسه موسم طويل مش هنستعجل يعني. نشوف هل ده هيفضل مستمر ولا لا، هل هي ازمه كبيره قوي زي ما احنا شايفينها ولا هي حاجه عاديه زي ما الاعلام الانجليزي شايفها، ده هيبان الفتره اللي جايه. صحيح. استاذ خالد الاتريفي رئيس القسم الرياضي في الشروق، نورتنا النهارده في الكلام في الميديا. الله ينورك، ربنا يكرمك. انا كنت سعيد ان انا موجود معاكم في قناه الاهلي، القناه المحببه ليا يعني. وانا كمان اكيد كنت سعيده بوجود حضرتك معانا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده في الكلام في الميديا، اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده الساعه 5 مساء. يوم سعيد عليكم.